هي بو بنا بومانين هي بنا بالحجرة يرمو الطادي من الحامي كشوهاش نحن اليوم متواجدون بالقطاع المحفوظ لميلا العتيقة القديمة من أجل إعطاء إشارة الانطلاق التي كان أشرف عليها السيد والي ولاية ميلا لإعادة الاعتبار والبدء في الأشغال الاستعجالية لميلا القديمة. الأشغال الاستعجالية راح تقيس الحوض دونك لي مور اكستيريور غالمنت فاساد راح تقيس ثاني حتقيس لي رو دو لا فيل لو باباج لو كوراج دي ريغار لاسينيسمون اكليراج اكستيريور مع دي بانو سينياليتيك لي باش نبينوا المسار السياحي اللي راح يكون في المدينه العتيقه.